بدر رقم 6. هنيئا لي بدر واللي غادي يتسلم الجائزه ديالو مع عند السيده جميله مصلي كاتبه الدوله المكلفه بالصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي واللي شرفتنا ونورتنا اليوم بالحضور ديالها. مشكوره جدا بدر اللي كيف ما قلنا روى الحرفه من عند الاب ديالو زاد ثقلها بالتمرين بالدراسه وبالمثابره والابداع كذلك الابتكار كان حاضر في المشروع ديالو. هنيئا له. إذن هو الفائز بلقب أفضل متعلم صانع تقليدي للدورة السادسة من صنعة بلادي الجيل الجديد. هنيئا لك. السلام عليكم، معكم العمراوي بدر الفائز في برنامج صنعة بلادي بالنسخة ديالو السادسة لسنة 2017 كأحسن متعلم صانع تقليدي في المغرب. لحد الساعة مازال ما توصلتش بالمستحقات ديالي اللي هي 250 ألف درهم من طرف الشركة المنتجة للبرنامج، وهاد الشركة هي نفس الشركة المنتجة للبرنامج ماستر شيف. تبارك الله، واحد الشركة كبيرة بزاف. من بعد ما طلبوني بشي وراق ونجيب ليهم شي وراق اللي نورمالمون ماشي ضروري، يعني ما ملزومش انني نجيبهم ليهم باش يعطيوني المستحقات ديالي. يعني قبلت الطلب ديالهم واي حاجة طلبوها مني جبتها ليهم، لكن للاسف كانت غير واحد الوسيله باش يعطلوني باش ما ناخذش المسائل ديالي. ودابا كما كتعرفوها هي ليديسيون ديال الدوره السابعه، هي داز الفينال ديال هاد الساله، وانا لحد الساعه وانا دابا هادي 15 شهر ني ساليت التصوير ديال الدوره السادسه ومازال لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. حاولت صيفط لهم رساله ليتر ريكوموندي، رساله مسجله كنطالبهم بالحقوق ديالي، توصلوا بها ما جاوبونيش. من بعد ديكشي صيفط لهم ثاني رساله عن طريق المفوض القضائي، رساله من طرف المحامي عن طريق المفوض القضائي، كنطالب بها بالحقوق ديالي وعطيتهم واحد المهله باش الا ما استجبوش ليا راه غادي نخرج للقضاء وغادي نخرج للصحافه. لكن للاسف دائما نفس الشيء، ما تجاهلوني ما جاوبونيش نهائيا. دازت مده صيفط لهم رساله الكترونيه كنقول لهم باللي الا ما عطيتونيش حقي من 24 ساعه راه غادي نخرج للصحافه، واذا بهم كيتصلوا بيا مباشره من بعد ذلك في الوقت اللي كانوا ما كيبغوش يجاوبوني من قبل شهر، ما بغوش يجاوبوني لا على لي زابيل ديالي ولا على لي ميساج اللي كنصيفط لهم بار ايميل. كلشي عندي داكشي مسجل وكلشي عندي بالدلائل. دونك من قالوا لي ترجعوا ثاني كيتحاولوا يتفاوضوا وكيرجعوا كيطلبوا مني داك الوراق اللي طلبوا مني هادي عام، رجعوا كيطلبوا مني من جديد باش ثاني يطولوا ثاني مسألة وما يكون والو تاني. هذا تاني خروج إعلامي بالنسبة لي. الخروج الأول كان هذه قبل واحد الأسبوع، ما كان حتى شي تحرك من الجهة ديالهم، حتى واحد ما اتصل بيا، ما كاين حتى شي جديد. والغريب في الأمر أن الناس من الدورة السابقة، الدورة الخامسة ديال 2015 والدورة الرابعة ديال 2014 اتصلوا بيا الناس اللي ربحوا في الدورات هذه وعاودوا ليا بلي حتى هما راه واقع لهم نفس المشكل، واقع لهم نفس المشكل مع الشركه، حتى هما مازالين كيسالوا جزء من المستحقات ديالهم. لذلك انا كنتمنى صراحه كنتمنى ان الرساله ديالي توصل للجهات المعنيه وتوصل ان شاء الله لجلاله الملك وناخذ حقي، باش زعما صراحه واحد الشيء اللي يضر في الخاطر ان واحد شاب وفي الصناعه التقليديه اللي هي اساس الاقتصاد، اساس من اسس الاقتصاد في المغرب، وكيضيع بهذه الطريقه. ومنساش نذكر بواحد المساله ديال المرحله ديال التصوير ديالنا في البرنامج. دازت واحد المرحله صعيبه بزاف، الوقت ديال البرنامج نورمالمون كيخصو يتصور ويكونوا عندنا الشروط
المثاليه باش ننتجو، حيت الصانع التقليدي راه فنان. حنا كان عندنا واحد الوقت وجيز وكانت عندنا واحد كان عندنا واحد الضغط كبير، وحاولنا كنا اننا نشرفوا البلاد ونعطيو واحد الصوره زوينه على الصناعه التقليديه ديالنا، ولكن الجزاء ديالنا هو هذا التجاهل، ما عطاوناش الحقوق ديالنا. وان شاء الله نتمنى الرساله ديالي توصل وناخذ المسائل ديالي بكل